السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله. ليلتكم سعيدة. أهلا وسهلا في نور الوفا أوفيسيال. مرحبا بالجميع من قد أنتم مرة أخرى معي شريفة مدمعة وليا. وفي هذه المناسبة دي لدي ضيف خاص اسمها زهرة نشوى هداية. مرحبا، يمكنكم الاتصال بي نشوى. في هذه المناسبة سأناقش بعيدا عن خلفيتها تعليمية وخبرتها. من أين جئت يا نشوى؟ لقد جئت من مدينة بندون. كنت أنسى. كيف حالك يا أختي؟ أشعر بسعادة كبيرة لأن والدتي زارتني بعد ظهر يوم. وكيف حالك يا أختي؟ أشعر أيضا بسعادة كبيرة لأنني استضفت هذا البودكاست في هذه المناسبة. بمناسبة ماذا عن خلفيتك التعليمية؟ في سن الخامسة ذهبت إلى روضة الأطفال البيروني، ثم ذهبت إلى المدرسة الابتدائية تشردس مولي أكسلنسيا، ثم ذهبت إلى المدرسة الثانوية غونونغ هيدنغ، واستقرت حتى الآن في مدرسة عالية نور الوفاء. ما شاء الله، سمعت أن نور الوفاء المشهورة بتحدث بالإنجليزية، أذلك صحيح؟ نعم، هذا صحيح جدا، والحمد لله في عام 2021 في نور الوفاء بدأنا بتعلم اللغات العربية ثم مارسناها في اليوم العربية. يعني أن نور الوفاء تستخدم الآن لغتين، وكيف تستخدمهما؟ نعم، هذا صحيح، نستخدم لغتين بالتناوب، كل أسبوع نغير اللغات، وإن التحدث باللغة العربية لا ننسح باللغة الإنجليزية، والعكس صحيح. كانت صعبة جدا. أريد أن أعرف ماذا هي فوائد تعلم اللغة العربية وتحدثها؟ إنه أمر صعب للغاية لكنه ممتع، وتعلم اللغة العربية وتحدث باللغة العربية مفيد لإضافة البشيرة، خاصة ممارسة معرفة في نحو وصرف لتعلمنا. نعم، ذلك صحيح. سمعت أنك بصفتك بصفتك عدوان في نور الوفاء، أذلك صحيح؟ هل يمكن أن تخبرينني؟ شاركت ذات مرة في أكتف الذي إقامه بوتكس تاسيك ملايا، والحمد لله لقد فزت بالمركز الأول في شرق سريلانكا فيما أقرته في أوبي بندون، وفزت أيضا بالمركز الثالث في على المستوى الوطني. سبحان الله، أنت مدهشة. كيف تفزين بالمسابقة؟ لأن نتائج تعتمد أيضا على شرائي، لأنني لا أدرس بمفردي لكن مع معلم المشرفي وفي مدرستنا نور الوفاء. لا نحصل على تعلم رسمي بل نحصل على تعلم غير رسمي ومن بنية معهدين. نعم، ذلك صحيح حقا. لقد سمعتك أنك مدبرة اللغة في نور الوفاء، أذلك صحيح؟ نعم، أنها صحيح. ماذا هي أكثر تجربة لا تنسى عندما أصبحت مدبرة اللغة؟ كانت التجربة أكثر إثارة للإعجاب عندما أصبحت مدبرة اللغة، عندما اضطررت على مواجهة طلاب جديدين لا يعرفون أدني قدر من اللغة الإنجليزية، ولم تكن لدي أي خبرة بنفسي. في البداية اضطررت إلى التفكير، ولكن بشعور بالمسؤولية فعلت كل هذا، والتغيير فيهما كافية لدفع ثمن جهودي. حتى الآن هن السبب في أنني نجوت وأصبحت أفضل من ذي قبل. نعم، أجعلها مرجعا في نفسك للمرة الأخيرة. مادة واحدة من تعلم اللغة العربية؟ نعم، اسمعي جيدا. غربون شمالون غربي، شمالون شمالون شرقي، شرقون جنوبون شرقي، جنوبون جنوبون غربي، بارات بارات لاوت، أوتارا تيمور لاوت، تيمور تنغارا، سلاتان بارات دايا. ذلك حسنا جدا. لم أشعر أننا كنا في نهاية جدول الأعمال بالنسبة لنشوى. أشكرك على حضورك، وللمشاهدين
أشكركم على مشاهدة هذا البودكاست. ربما يكفي مني شكرا كثيرا على كل اهتمامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.